ما هي الشروط، وثم ننتقل إلى سعادة الدكتور لكي نرى هل الشروط متشابهة أم لا. بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات في العام، بعد أريد أذكر هنا أن نحن عندنا في دولة الإمارات ثلاث أنواع من هذه الجمعيات. في مؤسسات نفع عام اللي هي مملوكة بشخص أو مجموعة أشخاص، نظامها وإدارتها تختلف، تكون بالتعيين، يكون في مجلس أمناء. وايضا عندك الجمعيات اللي هي جمعيات النفع العام اللي هي تكون مثل ما تفضلت اخوي جاسم، جمعيه المهندسين، الاطباء وغيره، اللي هي لها مجلس اداره ومؤسسين. وايضا في صناديق التكافل، ايضا صناديق التكافل مختلفه من حيث المنظومه. الاشتراطات في دوله الامارات عندنا نحن بناء على القانون الاتحادي المعني بجمعيات النفع العام، عندنا الاعضاء المؤسسين لا يقل عددهم عن 20 عضو. 20 عضو يكونوا من مواطنين الدولة كمؤسسين، لا تقل أعمارهم عن 18 سنة. وأيضا طبعا يكون الشخص محمود السيرة، لم يسبق عليه الحكم بأي عقوبة. وأيضا مع التعديل اللي صار في قانون جمعيات النفع العام مؤخرا، فتح القانون المجال أيضا للمقيمين في دولة الإمارات أنهم يكونون مشتركين في تأسيس هذه الجمعيات.